سيد بشير، في عم يوصلنا شكاوي بانه في عدد من المساعدات عم تتولى جهات حزبيه بتوزيعها بظل مشكل موجود على مستوى انه في بلديات حوالين بعلبك ما فيها اصلا قرى، عفوا، ما فيها بلديات، وانه في شرطي بلديه عم يستلم المساعدات وهو عم بيوزعهم. في هيدا الحكي عن هيدا النوع من المشاكل، شو تعليقك؟ في كثير من المغالطات. اول شيء اكيد ما في ولا اي جهه حزبيه عم تتولى هذا الموضوع. هلا نحن عم نتواصل او عم نشتغل عبر رؤساء الاتحادات ورؤساء البلديات. هلا في حال في احد رؤساء الاتحادات او البلديات هو بيتبع لجهه حزبيه، صرنا الموضوع ثاني، ما بقى نحن خصنا فيه. اما بموضوع انه في موظف البلديه كمان انه هو عم بيوزع كمان، هذا كثير في مغالطات. المقصود هون موظف ببلديه راس بعلبك، هذه بلديه منحله ونحن معتمدين هذه البلديه نظرا لموقع الاستراتيجي كمكان لتخزين المساعدات، لانه نحن ما فينا وقت منطلع قافله نبرم نعمل برمي على البلديات وننزل كل شوي. نحن بنخزن يعني اعتمدنا اكثر من بلدي للتخزين وهي بتغطي عدد من البلديات المجاورة لها. ما في كرتونة بتنصرف إلا بعلم مباشر مني أنا، وأنا اللي بوجه. يعني لما بينزل هيدي المساعدات بهيدي البلدة في بيكون مثلا نفترض براس بعلبك، نقول نحن في 400 حصة غذائية للفاكهة وجديدة، بنزل الحصة كلها براس بعلبك مزبوط، ولكن هي بيكون في ضمن المستودع في كل بلدي عنده الحصة تبعيتها محفوظة ضمن هذا المستودع، وبيتم التواصل مع البلدية المعنية أن تستلم الحصة تبعيتها وتيجي بتاخذ من هذا المستودع المذكور. أما أنه الاعتبار أنه في موظف بلدية هو بيتحكم وهو بيقرر، هذا كلام خاطئ وغير صحيح نهائيا، وأنا بأكد لك هذا الشيء. يعني أبدا المساعدات ما عم بيتم تسليمها أو جزء منها تم تسليمها لشخصية دينية، خلينا نقول ما بدي فوت بالأسماء صراحة، ما عندي قرائن. أبدا نهائيا، إذا في أسماء أنا مستعد وجه أي شخص، أنا ما عندي مشكلة، عندي كل الجرأة والشجاعة أني واجه بهذا الموضوع. بأكد لك ما في شخصية لا دينية ولا سياسية استلمت أي شيء من اللي نحن استلمناهم وسلمناهم. هلا في مبادرات فردية هي عم بتروح عبر هؤلاء، هذا موضوع آخر ما قلنا نحن سلطة عليه، المبادرات الفردية. أما كل شيء بيجي سواء من الهيئة العليا للإغاثة، سواء من خليط الأزمة، سواء من منظمة الأمم المتحدة، في آلية شفافة وحملتنا أعباء هذه الآلية، أعباء زيادة بالعمل بلنا فيها، ورغم أنها كانت متعبة علينا ولكن عم نقطف ثمارة انه بموضوع الشفافية امام الرأي العام وامام الجهات المنحة، اللي هو كمان موضوع كتير كبير، لانه نحن عنا مسؤوليات كجهات رسمية امام هذه الجهات المنحة اللي عم تقدم هالمساعدات، لحتى كمان هن يكونوا مؤكدين انه عم توصل بالشكل السليم وللمكان السليم. سيد بشير، انا بس تعقيبا على اللي قاله رياض، في حكي من بعض البلديات انه عبر دار الافتاء في عديد من المساعدات عم تتوزع عبرهم. خلينا نوضح هذا الموضوع. بدار الافتاء بعلبك اول شيء مشكور سماحه المفتي الشيخ باكر رفاعي، فتح عدد من مراكز الايواء وتسجلت رسميا كمراكز ايواء معتمده، وتم تسليم حصص مراكز الايواء اللي فاتحتها دار الفتوى عبر دار الفتوى بطبيعه الحال. اوكي، بس قصدي كمان لوائح ومسؤوليات عبره عم يتم ولا عبر البلديات اللي بنطاقها هاي المدارس؟ بس هون اللغط. لا 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 لا، اللحظه، نحن بالقافله اللي طلعت من فتره وتم تفريغ جزء منها ببعلبك، بدار الفتوى تحديدا كان حاضر معنا رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحاده، رئيس بلديه بعلبك مصطفى الشل، كانوا حاضرين وقلت لهم امام الجميع انه هيدي اللي نزلت، الكميه اللي نزلت هون هيدي موضوعه امانه بالمحل اللي نزل فيه كدار الفتوى، وانتم مسؤولين عن التوزيع. وحصه المراكز الايواء اللي فتحتها دار الفتوى كانت من ضمن هيدي الحصه يلي انوجدت وكانت باشراف رئيس الاتحاد ورئيس البلديه. طيب انتم غير هيدي الشحنات اللي انضربت ما وصل المساعدات رجع غيرها؟ على مستوى الهيئه العليا للاغاثه والقصص الرسميه في قافله كثير كبيره، مش رح حدد التاريخ هلا انا على التلفزيون، وطالعه بخلال ايام، ولحتى توصل كمان على نحن معتدين اكثر من مركز للتخزين وبيغطي كل المحافظه، هي قريبه انها تطلع حكما. بس بهالوقت كان في كثير عبر منظمات الامم المتحده والصليب الاحمر اللي كانوا عم يشتغلوا، كان عندهم كمان هن الامكانيات اللي بين ايديهم، كانوا عم يوصلوا لفيهم يوصلوا له. بس سيد بشير، ولكن يعني نحن هلا كان معنا رئيس الاتحاد، عفوا، هي منطقه عندها محاذير امنيه وهي منطقه تحت القصف، ما عندنا حريه التحرك ولا عندنا حريه شكل بدنا نبعث شاحنه ونبعث بيك اب، فنحن مجبورين نمشي بقوافل من بعد اجراءات امنيه معقده وبتاخذ وقت ببعض الاحيان،
سنتين لحتى نقدر نوصل هذه المساعدات على محافظة بعلبك الهرمل. طيب سؤالي بس لأنه كان معنا هلأ رئيس اتحاد بلدية دار الأحمر. نعم. عم يقول ما واصلهم ولا كرتونة مساعدة ولا حدا دق بابه. أوكي. بموضوع دار الأحمر أنا سمعت الرئيس شو كان عم يقول. أول شيء دار الأحمر بالفترة الأولى من العدوان الكميات كلها اللي كان عنا إياها بين إيدينا راحت حصرا على دير الأحمر بالفترة الأولى. أوكي. فالقافلة اللي طلعت المرة الماضية واللي تعرضت للقصف ما كان ما بعتنا من هذه القافلة شيء على دير الأحمر باعتبار نحن عنا أولوية كنا نوصل على منطقة راس بعلبك اللي هي بتغطي راس بعلبك والقاع والهرمل والفكة الجديدة وعرسال. نحن كان التحدي الكبير إنه نقدر نوصل لهنيك. بنفس الوقت كمان كان بعلبك ما كان نوصل لهم مشان هيك كمان نزلنا شحنتين يوم بعلبك وثلاث شحنات براس بعلبك. بخصوص موضوع المدارس في حديث انه في مدارس بدأت تتفضل تشغلها وزارة التربية وفي لغط وبلبلة عم تصير. شو بتوضح لنا شو عم يصير في عندكم بهذا الموضوع؟ في مدارس حتفضوها؟ القافلة اللي جاية هلأ الجديدة القافلة هي حتكون كتير أكبر من القافلة القديمة في حصة وازنة لدير الأحمر. وأكثر من هيك وأنا بدي أتوجه أول شيء كمان لدير الأحمر على مستوى الرؤساء البلدية وعلى مستوى الناس اللي عندهم تصرف كان كتير نبيل وكتير وطني بهذه الأزمة وأنا بحييهم. وبدي زيد شغلة أنه بالتواصل مع وزير الأشغال دكتور علي حمية نحن عم نعمل المستحيل أنه بأول عاصفة أو أول ثلج ما تتسكر طريق عينات الأرز لحتى نقدر نحافظ على هذا الشريان الأساسي اللي نحن بنعتمده كمان من أجل توصيل المساعدات. فالتلجات طالما نستفاد بعد ما عبد التلج رح يكون في فتح لهذه الطريق لحتى نقدر نضل عم نوصل ونوصل المساعدات. إيه بس سيد بشير هادي كان عم بيسألك عن موضوع يتعلق بالمدارس وهذا اللي سألناه أيضا لسيد جون. ببعلبك الهرمل شو رح يكون الوضع على مستوى المدارس؟ يعني المفروض وزير التربية عم بيقول أنه بده يكمل بأربع نوفمبر وفي حديث عن خطة إلى علاقة يا أما بأنه ينشالوا النسحين أو عدد النسحين من عدد من المدارس أو ينشال. نعم. في مدارس منا مستقبل نسحين كرمال تستقبل الطلاب بدوام صباحي ومسائي. شو الجو؟ نعم. بشكرك وبتمنى بس تعطيني يعني أكيد. المد الكافي لحتى يكون عم وضح وجاوب صحيح. تفضل. أول شيء نحن اليوم أمام خيارين خيار سيء وخيار أسوأ. ومن الخطأ ولا بل من الجريمة أنه نحط أهالي الطلاب بمواجهة النازحين. يعني اليوم في عندك أهالي الطلاب بيقولوا ليش أنا أبني بده ينحرم من التعليم وفي غيره عم يتعلم. بفهمهم ولكن نحن في شيء قوة قاهرة. أنا اليوم بقول لك على مستوى محافظة بعلبك الهرمل ممنوع نازح ينزاح متر من محل ما هو إلا إذا هو عنده الرغبة يغادر هذا موضوع تاني. ولكن نحن ممنوع أي نازح ينزح متر من محله. موضوع ننقل نازحين من مدرسة لمدرسة أول شيء في إهانة للناس وهذا شيء غير مقبول. شغلة تانية القصص اللوجستية اللي تم تجهيز المدارس فيها منه كمان نحن عنا رفاهية نقلة. يعني عم نحكي عن المطابخ عن المي السخنة عن الحمامات عن الدوشات هذه الأمور كلياتها منها لعبة. نحن منا مطعم عم ننقل من طاولة على طاولة لأنه في طلع في حجز على الطاولة اللي أنا قاعد عليها. بس هني عمليا بلغوكم انه في مدارس بدك تفضوها شيء ولا لا بعده حكي؟ ما سمعت عيد لو سمحت. هني بلغوكم في مدارس بدك تفضوها ولا بعده حكي؟ بس في كان رأي بإحدى البلدات انه طلبنا طلبوني بموضوع نقل مدرسة من مكان الى اخر وكان جوابي قاطع وصارم وحازم ممنوع نقل اي نازح من مكان الى اخر. المدارس اللي ما اعتمدت كمراكز ايواء ممكن اعتمادها هي للطلاب وممكن استعمل هيدا سؤالي خلال النهار. إيه؟ ولكن المدارس اللي انفتحت واستقبلت نازحين ممنوع يتفضى منها ولا اي نازح. هيدا سؤالي ببعلبك الهرمل في مدارس بالمناطقين نسمي هيك بالمناطق الآمنة ما استقبلت نازحين مشان تقدروا تستقبلوا فيها الطلاب؟ يعني رقم قليل جدا جدا عم نحكي يمكن ما عندي الرقم محدد يعني يمكن ما فيني اقول لك اكثر من 5-6 مدارس ممكن يكون وبالتالي اكيد ما اكثر من هيك. وبالتالي هالخمس ست يعني مدارس ما عندها امكانيه تستقبل كل الطلاب اكيد. نحن في المدارس اللي ما استقبلت نازحين لانه هي ما بتسوى تستقبل نازحين.
اوكي كمان أوكي. يعني الموضوع اللوجستي وضع المدرسه ما بيسمح كان بين النازحين. لا انا سمعت يعني شغله لانه في مدرستين كنا بنعتمدهم بعدين لغينا الموضوع لانه تبين انه ما مش خارج يستقبل. بس سمعت شغله صحيح لي اذا انا غلطان بهذا بس سمعتها. نعم. يعني مشان هيك عم بسالك عنها. انا سمعت بانه المدارس التي تستقبل او تعلم اللاجئين السوريين بدوام بعد الظهر هذه ما استقبلت نازحين صحيح؟ مش بس بعلبك الهرمي. لا ابدا ابدا نحن ما اخذنا هذا الموضوع بعين الاعتبار نهائيا. الاولويه برجع بعيد وبكرر اليوم هي النازحين. يعني كل الناس اللي تهجروا من بيوتهم على اهميه وعلى خطوره موضوع التلاعب بالعام الدراسي وعلى اهميه التعليم لكل الناس سواء كان لبناني او سوري او اي جنسيه اخرى. هيدا حق مقدس لكل طفل ولكل تلميذ. هيدا نحن معه. ولكن انا اليوم ما بين اني شيل ولد من المدرسه اللي هلا هو نازح داخلها وحطه بالشارع بالبرد وتحت القصف لحتى فوت تلميذ ليفوت يتعلم، اثنيناتهم خيارات صعبه ولكن في الصعب وفي الاصعب. في سؤال استاذ بشير بموضوع يعني في ناس حتى عندها امكانيات تشتري محروقات يعني بس ما عم يوصل على المنطقه، في شيء مع وزاره الطاقه مع وزاره الاشغال لتامنوا محروقات يعني اقله مازوت للتدفئه؟ لانه في كثير ناس حتى قادره هي تشتري، يعني مش عم نحكي عن مساعدات هون، عم نسعى نحكي عن تامين الطريق. بشكرك كمان هون لانه اول شيء نحن كان في عنا بمنطقه الهرميل كمان له علاقه بموضوع المحروقات، انقطعت الاتصالات بالخليوي لكونه ما كان عم يقدر يوصل محروقات على محطات الخليوي، وتعالج هذا الموضوع اليوم ورجع الارسال هنيك. كنت على تواصل انا مع الجيش ومع الالفا ومع وزير الاتصالات ومع الام تي سي بموضوع الاتصالات، بموضوع المازوت للمدارس، طلبوا منا الهيئه العليا للاجهاضي نعمل مسح على جميع المراكز الايواء، كل مركز ايواء شو حاجته الشهريه من المازوت للتدفئه، ورفعنا اللوائح بعد ما اجينا جواب اي متى ممكن نستلم هذه كميات المازوت لكل مراكز الايواء وخاصه ببعلبك الهرمل. الحراره فيها كثير متدنيه بلشت حتى بعيدا عن مراكز الايواء تامين المازوت للمنطقه حراره 5 بدير الاحمر اللي كمان ما بس كنا نحن عم نطالب غير المازوت وهيدي ما بس لبعلبك الهرمل لكل المناطق. مشكله عندنا سيد بشير مفهوم بس هو عم بيسال ما في موكات. انا هلا اليوم عم بطلب من اليو ان دي بي وعدوني يحاولوا يساعدوني بالاقرب وقت ممكن تامين سجاد او موكات لا ينحطوا بالصفوف لانه كمان يعني بدنا المازوت اكيد هو الاساس ولكن كمان بدنا نغطي الارض نحن. مفهوم بس هو سيد بشير عم بيسال سؤال بعد انه عم بيقول اذا انا معي مصاري وبدي اشتري مازوت مش عم بيكون متوفر المازوت، هالمشكله اللي عم بيقولها هو اللي متوفر فيها مادة المازوت. واحد اصحاب المحطات كان مقدم كمية من المازوت مجانا بعثنا على 3 بلدات لموضوع بس تشغيل الاليات ما بعثنا ما قدرنا يعني كمية محدودة جدا فبعثنا لتشغيل اليات النفايات وغيره. كمان هون بدي اضيف شغلة لحتى يكون كمان المشاهدين معهم خبر. نحن اليو ان دي بي راح يقدموا مساعدة بموضوع لم النفايات على مستوى تزويد الاليات بالمازوت وعلى مستوى صيانة الاليات، هذا ما له علاقة بالتدفئة ولكن كمان لانه زادت النفايات اكيد حكما لما بيزيد عدد السكان بهذه البلدات 100%. على كل إن انا بدي اتشكرك جدا سيد بشير خضر محافظ البقاع، شكرا لك محافظ بعلبك الهرمي. بعلبك الهرمي حقك علينا.